هل يؤخذ بحديث الآحاد في العقائد؟ إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به في العقائد وغيرها، لأنه حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بينه وبين المتواتر، لا فرق، لأنه حديث صحيح، المدار على الصحة، ما دام أنه صحيح فهو حق ويجب العمل به في العقائد وفي غيرها. نعم.